هاي دفعوا لي 6 مليون والثاني يوم 7 مليون. بعدها فترة اجى واحد اسمه بوعز شوفير باص كان دائما يشرب قهوة هوني، قال لي يا عبد بعثنا عليك جوزيف كوتنك دفع لك 30 مليون دولار. قلت له تعالي والله هذا مبلغ كويس. دخلت على الحوش قلت له اي حجر من فوق بدك يا بوعز في 30 مليون. بقول لي انت مجنون؟ قلت له مين قال لك انا مش مجنون؟ انا هوايتي الجنون. بعدها فترة كان في هون عدة يهود وعياد يهود احنا بنسكر. اجوا اثنين من امريكا انا كنت واقف هوني على بوابة البيت. لابولي انت عبد؟ نعم انا عبد. قال لي عبد احنا بنعرف انه دفعوا لك 40 مليون رفضت تبيع. عبد اذا انت خايف من حماس، خايف من الجهاد، خايف من العرب، احنا بنقول لك على قريات اربعه، من قريات اربعه على تل ابيب، تل ابيب يا سرار يا امريكا، واختار انت بدك اياه. وعبد اذا حابب تفتح مشاريع برا احنا بنساهم معك. وقبل ما تمضينا يا عبد حط فلوسك في البنوك اللي انت بدك اياه. عبد 100 مليون دولار. تعرف والله العظيم كل ما بزيدوا في السعر انا بزيد محبتي في الارض اكثر. لانه لما بيكون الواحد بتاع لك 100 مليون ما انت بدك تعطيه كنز، معناته الكنز عندي قوي. وانا انا متاكد والله لو بدي 100 مليون لاقبض. بس والله يا اخي المال ما بيعز صاحبه، ما بيعز صاحبه الا رب عز وجل. طبعا برفض مش 100 مليون، برفض كل مال الارض. ما بخون شعبي ولا بخون. المال حلو بس لما يكون طاهر. لما تغمسه في الوساخه معناته هذا سم، مش مال معزوز. لا والله، والله لقمه حبة خبز ما حبة بندورة بس وكل مالي الأرض. لما تكون بصحتك وعافيتك واطمئنانك إنك ما خنت. أنا كنت كل طفولتي هون ألعب فيها، اليوم إحنا محروبين، أولادنا محروبين، أحفادي عندي 20 حفيد اليوم.